بهذا الفيديو بدي احكي عن البيسك تكست فورمولاز. الفورمولاز اللي حاحكي عنهم هن length, left, right, mid, find, concatenate, replace, value, text, upper and lower. حبلش اول شيء انا باللength. اذا بدي طلع اللينث للتكست اللي موجود عندي هون, يعني كم كاركتر موجوده بقلبه, سو انا فيني بكل بساطه اجي هون حافتح قلم جديد, حمر رايت كليك واقول له insert, وححط انا length of the email. حنكتب الفورمولا يلي بتطلع لي length للايميل او اي تكست انت بدك اياه. حكتب equal, حكتب len وبفتح البرانتيسيس وبرجع بقول له بدي هيدا السل او بدي الدي 2, وبرجع بسكر البرانتيسيس وبنزل, فبيطلع عندي هون 24 كاركتر. If I need to apply it on the remaining rows, double click على البلاك بوكس الصغير فبيطلعوا كلياتهم عندي هون. Let's assume انا هلا بدي اول حرفين من الفيرست نيم, يعني بدي CA CL TA, فبدي استعمل فانكشن اسمها left. تقدر استعمل الفانكشن اللي اسمها left, حاجي انا اوتوماتيكلي لهون اقول له رايت كليك واقول له انسرت, ححط انا هون first two letters from the first name FN. سو يلي حيصير عندي هلا, انا حاجي لهون حاقول له equal وبدي اقول له هالمرة left, يعني من ميلة الشمال من السل يلي اسمها B2 بدي اياك تاخذ لي اول اثنين, فبحط كما بعدين بحطه بسكر البرانتيسيس وبعمل انتر, فبيطلع عندي هون اول حرفين. And I will apply it on the remaining rows. Let's assume هلا بدي اخر حرفين من اللاست نيم, فاذا بدي استعمل فانكشن جديده اسمها write, حعمل insert لنيو كولم, حقول له هالمره انا بدي last two letters from مش الفيرست نيم from last name ln. فاذا شو حاعمل؟ حاجي لهون اكتب هالمره equal, بكتب write, بفتح البرانتيسيس وبحدد السل يلي بدي اياها وبدي اقول له بدي هالمره اخر اثنين, بسكر البرانتيسيس انتر, فبيطلع ام اي بعدين حيطلع دي واي اند سو اون. ليتس اسيوم انه انا هلا بدي الثلاث احرف يلي موجودين بعد اول حرفين من اللاست نيم, يعني الاس ما بدي اياها, الاي ما بدي اياها, بدي الان والاس والاو. فاذا بعد اول اثنين بدي ثلاثه, فاذا بجي لهون بقول له انسرت, حفتح قلم جديد تنطبقها, حقول له هون بدي ميد, فاذا بعمل ايكوال بكتب ميد وبرجع بفتح البرانتيسيس. هالمرة أنا أول اثنين ما بدي اياهم بس بدي ثلاثة, فإذا بدي التكست اللي موجود بالسيتو بعمل كما بيقول لك start number, وين بدك تبلش؟ أول اثنين ما بدي اياهم, فإذا بدي بلش بالثالثة, يعني خذ لي من الثالثة ورايح. وكم كاركتر بدك تاخذ؟ كمان ثلاثة, فإذا بسكر البرانتيسيس بعمل انتر, فحيطلع عندي الـ NSO. إذا بعمل هلا دبل كليك على البلاك بوكس الصغير طلع عندي هون BRA يلي موجودة عندي هون exactly مثل الباترن اللي اشتغلت فيها فوق. Let's assume أنا هلأ بدي برم وين الات موجودة عندي بقلب الإيميل على أي position, فإذا حأجي لهون أعمل right click له insert, حأكتب هون title حسميه find at, حأرجع لهون له equal وبدي استعمل function جديدة اسمها find, وبفتح parenthesis وبقول له شو بدك تبرم؟ بدي برم على الات, فإذا بفتح double quote لأني بدي اكتب text, بكتب at, برجع بسكر double quote وبعمل comma وبدي برم بهيدا التكست الموجود هون. طالما انت حطيت وين التكست اللي بدك اياه, بدك تقول من وين بدك تبلش. اكيد انا بدي بلش عد من البوزيشن الاولى, فاذا هون بحط 1, او اذا بدكم فيكم تحطوها اتس اوبشنال, ولكن انا امشي على الباترن صح, حقول له بدي 1, حارجع سكر البرانتيسيس اعمل انتر, فحتطلع عندي هي موجوده هون بالبوزيشن العاشره. اذا بعمل دبل كليك على البلاك بوكس حلاحظ انه كلياتهم حيطلعوا عندي اكوردنجلي. حارجع هلا على الاول, وليتس اسيوم انا هلا بدي اعمل وحده اسمها فول نيم. شو معناتها فول نيم؟ يعني عندي الفيرست نيم واللاست نيم موجودين مع بعض, فاذا حقول له انسرت, بدي انا هون اقول له بدي الفول نيم, فاذا بعد ما اكتب فول نيم بعمل ايكوال, بكتب كونكاتينيت, بعمل تاب مشان يكمل لي اياها. اول وحده هي بدي اياها البي 2, برجع بعدين بقول له بدي السي 2, برجع بسكر برانتيسيس وبعمل انتر, حلاحظ انه الفول نيم طلع على الشكل التالي, ملزقين ببعض ما في سبيسز, ديسبلاي كثير غلط. تزبطها برجع فوت على الفانكشن دبل كليك, وبعد البي 2 بدي احط سبيس, فاذا بفتح دبل كوت وبحط سبيس بار, برجع بسكر الدبل كوت, برجع بعمل كما, فصار في عندي concatenation لثلاث خانات, بعمل انتر فطلع على الشكل التالي, طبقها على كل الباقيين فطلعوا عندي بهيدي الطريقة. Let's assume انا هلا باللاست نيم بدي بدل تالت كاركتر يعني الان بدولار ساين. ليش بدي اعمل هيك؟ مجرد اكزامبل اذا لزمت لنا الفانكشن بعدين. فاذا حقول له هلا انا insert, حاجي انا هلا اختار قل له I need to replace the third letter by a dollar sign, فاذا شو حاعمل؟ حقول له equal, حاختار function اسمها لي replace, حافتح البرانتيسيس, الاول تكست هو السي 2, برجع بعدين بعمل كما. من اي كاركتر بدك تبلش؟ انا بدي بلش بالثالث مش الاس ولا الاي, بدي غير الان, فاذا 1 2 3, فاذا بحط 3, برجع بعدين بعمل كما. هالمره كم كاركتر بدك تغير؟ انا قلت بس الثيرد يعني اونلي ان, فاذا اونلي 1 كاركتر, وبرجع بعمل شو هو التكست اللي انت بدك اياه, بعمل كما
برجع بفتح دبل كوت وبحط الدولار ساين، برجع بسكر الدولار كوت، بسكر برانتسيس، بعمل انتر، فطلعت عندي على الشكل التالي. اذا بكبس على البلاك بوكس وبطبقها على الباقيين فبتطلع عندي بهيدا الشكل. Let's assume انه انا من الادرس بدي طلع بس الستريت نمبر، فاذا حروح قبل الكار حافتح كولم جديد وححط انا هون ستريت نمبر. I need just the street number. فاذا شو بعمل؟ بدي حط function بقلب function، بقول له equal هالمرة بدي اخذ الداتا من ميلة اللفت، يعني الارقام هن موجودين عندي على ميلة اللفت. فاذا بفتح البرانتسيس بقول له بدي هيدي الجملة، ولكن كم كاركتر بدك تاخذ؟ لازم انا احط هون رقم، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فاذا شو بقول له؟ بقول له بدي اياك تبرم لي وين موجود السبيس بار من ميلة الشمال، يعني ببلش بيعد وعلى اساس هذا الموضوع بيطلع لي الرقم. فاذا شو بقول له؟ بقول له بدي احط فانكشن ثاني شو اسمه؟ اسمه فايند. فاذا بدي اياك تبرم لي بفتح برانتسيس، هلا مين التكست اللي بدك تبرم لي عليه؟ هو السبيس. فاذا بحط سبيس بار برجع بعمل كمان، طيب برجع بكبس عليها نفسها ذاتها لانه بدي برم بهيدا التكست، بس ولكن من وين بدك تبلش؟ بدي اياك تبلش لي من البوزيشن الاولى، وهيدا الرقم اللي بيطلع لي اياه هون فبيطلع عندي بالبوزيشن الرابعه، انا بدي بس اول ثلاثة. فاذا برجع بحط حدا كمان ماينس 1 وبرجع بسكر البرانتسيس بعمل انتر فطلع عندي هون 570. اذا برجع بعمل دبل كليك على البلاك بوكس لاحظوا انه عم بيطلع لي كل الارقام بطريقه كتير صح. رجعت على اول التيبل وعملت تعديل بسيط بشكل انه خليت التكست اللي هو ستورد هون، او بالاحرى النمبر اللي هو ستورد هون يكون ستورد اس تكست. اذا بدي ارجع ارجعه كفاليو فاذا وما بدي اغير اكيد على الموجودين هون، برجع بقول له انسرت، وهون حقول له انا هالمره بدي الاي دي نمبر ولكن از نمبر، يعني ستورد از نمبر. فاذا بكتب كلمه نمبر بعمل انتر، والدليل حيقدر هلا، والدليل حلاحظ انه كيف حيشيل لي الصفوره اللي موجودين عندي هون. بقول له ايكوال، بستعمل فانكشن اسمها فاليو يلي بتحول لي التكست لنمبر، طبعا بده يكون اجباري بس التكست اساسياته هي نمبر. فاذا بحط له اي 2 برجع بسكر البرانتسيس بعمل انتر، اكيد لازم انا اتاكد انه هذا الكولم جنرال، يعني بروح على الفورمات سيلز بقول له بدي جنرال، بقول له اوكي. فحلاحظ هلا اذا بعمله بهالطريقه ايكوال فاليو، برجع بفتح البرانتسيس بقول له بدي انا هلا الاي 2 وبسكر البرانتسيس فحيطلع عندي 1، وبرجع لهم بعمل دبل كليك حيطلع لي هون كليتهم از نمبر. رح ارجع هلا على اخر الدوكيمنت وحلاحظ انه انا هون في عندي لينث اوف ميل. اكزامبل انا بدي اشتغل على هيدا النمبر الموجود عندي هون، حعمل رايت كليك حقول له هالمره بدي انسرت، حقول له هالمره انا تكست وذ فورمات، يعني انا بدي اختار فورمات محدد لهيدا التكست. فورمات يعني شو بدك اياه؟ برسنتج، بدك تحط فواصل بطريقه معينه، ات ديبندز على يور نيد. حقول له هالمره ايكوال، حاكبس على التكست، افتح البرانتسيس، حاخذ النمبر اللي موجود عندي بالام 2 كما، فحافتح الدبل كوت وبدي اقول له I need to consider this number يلي هو 24، بكبس عليها وبرجع بعدين بقول له بدي اياها تكون percentage، ولكن اذا حطيتها percentage ورجعت سكرت الدبل كوت وسكرت البرانتسيس وعملت انتر حيطلع عندي 2400 لانه ضرب الفاليو ب 100، لانه عم بيعتبر هو انه عم بيقسم على 100، ضربها ب 100 وقسمها على 100، فاذا بيطلع الجواب 24. This means انه انا بدي انتبه فعلا كيف عم بستعملهم. اكيد انا تستعمل الفورماتس الموجودين عندي هون فيني ارجع للهلب اللي موجوده بقلب الاكسل تشوف انا شو في عندي several type of formats. فيني اجي لهون انا اقول له بدي اياها decimal point، فاذا بحط 0.0 اذا بعمل انتر فحتطلع 24.0. فات ديبندز انت شو الفورمات اللي بدك اياه تتقدر تعرف كيف تركب فورمات، بدك ترجع للهلب الموجوده عندك بقلب الاكسل. واكيد لازم اتذكر شغله كتير مهمه انه هيدا النمبر is stored as text. في بعض الناس اوقات بيكتبوا capital letters بقلب الايميل، it's not professional. مثلا هون في عندي capital C، هون في عندي capital M، تقدر زبطهم كتير بسرعة. فإذا بعمل right click بقول له كمان هالمرة insert small emails letters، حأرجع أعمل equal وهالمرة بقول له بدي lower، lower يعني حول لي هون كلياتهم lower case. بكبس على السلة اللي موجودة هون G2 بسكر parentheses فحلاحظ إن كلياتها صارت lower cases. فإذا بعمل double click بزبط لي هون كلياتهم. اكيد العكس اذا بدك يكون كلياته upper letters، اذا بدك يكون كله upper case. فاذا انا هلا حاعمل وحده جديده اقول له بدل السمول، حاجي لهون اقول له insert، وبدل السمول بدي اياها تكون upper، وحارجع اختار equal، اكتب كلمه upper، بفتح البرانتسيس حاختار التكست الموجود عندي هون، حسكر البرانتسيس وقول له انتر فحيطلع كلياته capital letters. خلونا نجي نقول هلا بدي انا اطلع اليوزر نيم اللي موجود قبل الات، يعني كل شيء قبل الات بدي اطلعه. حاجي اعمل رايت كليك، حنعمل كومباوند فورمولا، حانا اطلع شيء اسمه هلا ايميل without at واللي بعد الات. اوكي، فاذا اول وحده بدي له ايكوال، انا شو بدي اطلع؟ بدي اطلع من ميله اللافت، فاذا بكتب لافت بفتح البرانتسيس، مين التكست اللي بدك تطلع من قلبه؟ هو هيدا التكست. فاذا برجع بعمل كما،
ولكن بدي برمي على البوزيشن تبعت الاد تاخذ كل شيء قبلها. فاذا شو بجي بعمل؟ بكتب فايند، برجع بفتح البرانتيسيس وبقول له انا بدي برم على الاد سيمبل. فاذا بتبص على الاد بسكر الكود، برجع بعمل كما، ومين التكست اللي انا بدي برم عليه هو نفسه، وبرجع بعدين من وين بدك تبلش، بدي بلش من البوزيشن 1 وبرجع بسكر البرانتيسيس تبع الفايند. ولكن هون بدي انتبه على شغلي انه حيطلع لي البوزيشن تبعت الاد حتطلع بالتن، انا بدي اول 9 ما بدي اياها مع الاد. فاذا بعمل هون ماينس 1، برجع بسكر البرانتيسيس تبع اللفت وبعمل انتر، فطلع عندي اليوزر نيم تبع الايميل. فاذا هلا بعمل دبل كليك عليهم كلياتهم فحيطلعوا كله تمام. حارجع اعمل another complicated formula ولكن تطلع هالمره الدومين، يعني كل شيء بعد الات. حنرجع نقول له هون insert، ححطها قبلها مشان نقدر نعمل دغري comparison. حقول له انا هون domain تنعرف كل واحد باي domain. هلا شو بقول له؟ بقول له بدي انا equal، ولكن هالمره بدي اياك تاخذ لي من الرايت، بدي بلش عن ميله اليمين. مين التكست اللي بدك تاخذ منه هو هيدا number of characters تنطلعها. it's a little bit tricky، انا بدي طلع من الرايت. فاذا شو بدي اعمل؟ بدي طلع طول السنتنس اللي موجوده عندي هون او الايميل، وبدي نقص منه البورشن اللي ما بدي اياها. بيجي بقول له بدي اللينث، يعني انا بدي طول الايميل اللي موجود عندي هون اللي هو الكي 2، بسكر البرانتيسيس. ولكن شو بدي نقص منه؟ بدي نقص منه هيدي البورشن اللي موجوده عندي هون، يعني بدي اشوف البوزيشن تبعت الات. الات باي بوزيشن موجوده عندي؟ موجوده عندي هون بالبوزيشن العاشرة. ولكن تقدر لقي البوزيشن الصح، بقول له فايند، برجع بفتح البرانتيسيس. عشو بدك تبرم؟ بدي برم على الات، برجع بسكر الدبل كوت. مين التكست اللي انت بدك تعمل بقلبه سيرش؟ اكيد نفسه ذاته كمان الكي 2. ومن وين بدك اياه يبلش؟ بدي اياه يبلش من البوزيشن الاولى فور شور. برجع بسكر البرانتيسيس تبع الفايند، وبرجع بعدين بسكر البرانتيسيس تبع الرايت وبعمل انتر، فطلع عندي الدومين. فبهيدي الطريقه انا بكون طلعت الدومين. اكيد ماثيماتيكلي بدك تعرف كيف تركب الفورمولا تا يطلع عندك كل شيء تمام. هيك بتقدر تعمل exporting لcritical data انت بدك اياها من قلب الاكسل.